السلام عليكم خويا، القدمي ري سعيد رئيس السوق بدر. المهم كما شفتوا الاغلاق، كان الاغلاق دابا تم الافتتاح ان شاء الله بتضافر الجهود ديال رئيس مقاطعه عنف السيد محمد الشباك ورئيس الدائره اللي هو الباشا وقائد المنطقه. تضافرت الجهود باش تم الاغلاق ديال هذوك الايامات اللي تصابوا فيها بعض الاخوان من هنايا بهذيك الكورونا. الحمد لله مشاو للسبيطار، دازت المده ديالهم، تشافوا بخير وعلى خير. دابا راه تم الافتتاح بعد ما خرجوا همايا داير الحجر الصحي في ديورهم، ودابا راه المحلات شو كيف كتشوفوا 70% ديال المحلات حالين، 30% راه باقيين في طور الاصلاح. الا ما كمل الاصلاح ديالهم والصباغه والصيانه والتعقيم، لما عقمنا المارشي، عقمنا السوق كامل اكثر من 6 ولا 7 خطرات. دابا راه تم الافتتاح، انتم كتشوفوا. كنطلبوا من الساكنه ديال المقاطعه ترجع للسوق تقدا كما كانت كتقدا، ويكون واحد الاحتياط بيناتهم، واحد كانت بعض المعايير باش يكون واحد المسافه قانونيه بيناتهم تقريبا متر، باش ما يكونش عاوتاني تصاب عندنا الجائحه عاوتاني من جديد ونوليو عاوتاني في المشاكل. الحمد لله دابا الامور راه غادي على احسن ما يرام، السوق بخير وعلى خير، كل شيء فتح. دوك اللي باقي ما فتحوش راه تم الصيانه ديالهم والتعقيم ديالهم، غير فتحوا تما. وديك الساعه راه انتم كتشوفوا كل شيء بخير وعلى خير، وبالاخص بهذه المجهودات ديالكم انتم كصحافه كتعاونونا باش تنشروا لنا المعلومه، الامور غتكون بخير وعلى خير. المهم دابا الاقبال غيكون شويه بشويه تدريجيا. الانسان كاين اللي خايف، كاين اللي ما خايفش، كاين اللي كيقول لك انا السوق ديالي كنتقدا منه سنين متعدده ما يمكنش ليا نبدلو، راه كيجي باقي كيجي عادي. ودوك اللي ما كيجيوش ولا خايفين، راه السوق عقمناه والامور بخير وعلى خير، غيكون على احسن ما يرام. شوف الفتره اللي تسد فيها السوق كلشي دار التحاليل، تقريبا 90 ولا 100% داروا التحاليل، ما كاينش اللي ما دارش التحليله، كلشي دار التحليله. واللي تصاب عنده المرض راه هما دوك الخمسه اللي تم الاقبال ديالهم في المستشفى، دابا المده ديالهم كملات، راه دايرين الحجر الصحي ديالهم في ديورهم، راه ما حالينش محالاتهم حتى تكمل المده ديالهم ويكمل الاصلاح ديال المحالات ديالهم، عاد يمكن لهم يحلوا. ما يمكنش لهم يحلوا قبل ما تسالي المده ديال الحجر الصحي ديالهم في ديورهم. المطالب ديالنا هي الساكنه تثيق في السوق، لان السوق بعد ما تصلح وتعقم راه بخير وعلى خير.